هلا شوف، هلا انا وقت كنت بسمعاني يروح على الدكاتره ويقول لهم على دواء ريجيم او ما بعرف شو، يقولوا لي ما في وما بعرف شو، بس وقت درست وشفت انه طلع عن جد في ادويه بس ما بيعطوا. هي المشكله انه الناس ما بتعرف انه اختصاصيين التغذيه ما بيحكوا للاسف هذا الشيء. ولي شغال الكاميرا. مرحبا ويسعد لي اوقاتكم، يا رب تكونوا جميعا بالف خير. هذا هو الفيديو المنتظر يلي انتو ناطرينه. الكتار منكم ما بيحبوا يعملوا رياضة للأسف، بعرف هذا الشيء، او الكتار منكم عنده مشاكل صحية برجله بظهره ما بيقدر يعمل رياضة او يمشي. فهذا الفيديو او هاي الطريقة لألكم. بدكم تعرفوا شو هاي الطريقة؟ اعملوا لايك للفيديو، ويلي مو مشترك بالقناة يشترك، ويلا خلونا نبلش. يسعد لي اوقاتكم عن جديد. قبل ما نبلش، ثلاث دروس بعالم الصحة والتغذية اخذتها انا، هي عن اول درس هو اخذته عن كيفية قراءة المنتج، ثاني درس عن كيف كانوا من زمان ينحفوا او شو الطرق الموجودة من زمان كانوا ينحفوا، والطريقة الثالثة هي اليوم يلي حاشرحكم اياها، الطريقتين الثانيين حاشرحها بالفيديوهات السابقة. فهدول اول ثلاث دروس بيعطونا اياها بعالم الصحة والتغذية قبل ما نقول مرحبا او بسم الله او اي شيء. للأسف ما حدا بيحكي عنا، انا ما بدي اقول انا الوحيد اللي بيحكي عنها، بس انا كل شيء من خلال الدراسه والخبره والتجارب ححكي لكم عنه بالتفصيل الممل. كل فيديو حاعطيكم سر من الاسرار. فهي الطريقه تعتبر طريقه علميه بحته، يعني مو جايبه من بيت ابي او من بيت ستي، هي الطريقه علميه بحته. احدث الدراسات اثبتتها واكدتها انه هي الطريقه جدا قويه لحرق الدهون وانتم قاعدين لافين رجل على رجل. هلا الكتار ممكن حيستغرب انه محمد انت دائما بتشجع على الرياضه وانت دائما بتقول كله اكل صحي. صح 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 صح، وما زلت انا اشجع على الرياضه. فهي الطريقه للناس يلي متبعين احدى الطرق عندي بالقناه هون، فينكم ضيفوا هاي الطريقة لإلها عشان تنزلوا أسرع. وللناس اللي عندها مشاكل برجلها بظهرها، مشاكل صحية ما بتقدر تعمل أي نوع من الرياضة، فينا تستخدم هاي الطريقة. فشو هي الطريقة؟ خلينا نبلش. حدا منكم تساءل ليوم من الأيام إنه نحن ليش منشوف رياضيين ماشيين بالشارع لابسين شورت وفانيلا وبيكون الدنيا كتير برد؟ او حدا تساءل منكم انه ليش الناس بتتحمم بمي باردة؟ او حدا تساءل منكم انه ليش الناس بتسبح بمي باردة؟ او حدا تساءل منكم، هلأ في كتير تحديات على التيك توك انه الناس بتنزل بمي التلج؟ اليوم حاشرح لكم ليش الرياضيين او ليش المثقفين او العلماء تحديدا يلي عندهم خلفية كتير عند الطب والتغذية والصحة بيحاولوا انه وقت يطلعوا يعملوا رياضة برا يلبسوا شيء خفيف وبيكون الدنيا برد. ليش؟ عشان يحفزوا الدهون البنية الموجودة بجسمنا. شو هي الدهون البنية؟ بكل جسم، بجسم بأجسامنا نحن او بكل جسم من جسم الانسان موجود شيء اسمه الدهون البنية. شو هي الدهون البنية؟ الدهون البنية هي بتحاول تحافظ على حرارة الجسم. كيف بتحاول او شو وين موجودة؟ الدهون البنية موجودة بالظهر، ست دهون، وعلى الكتف وحدة، وعلى الرقبة وحدة، وعلى الكتف وحدة، وعلى الرقبة وحدة، مجموعهم صار 10 دهون بنية. كيف بتنشط هاي الدهون البنية او كيف بتشتغل؟ للأسف هاي الدهون البنية ما بتشتغل. هاي ما بتشتغل الا بمحفز، الا نحن بننشطها. مش كيف نحن بنخليها تشتغل هاي الدهون البنيه؟ اما عن طريق انه نطلع نحن نمشي الصبح بعز دين البرد، او بالليل وقت بيكون الجو بارد بتشتغل. يعني نحن وقت بنمشي بالشارع او وقت بنمشي كل يوم باليوم العادي نحن بنحرق من 300-400 سعرة حرارية، اما نحن وقت بنمشي ووقت بيكون الجو بارد
الدبل، يعني بدل ما نحرق 300 سعرة حرارية بنحرق 600 سعرة حرارية، واللي بيحاول يمشي ساعة كاملة بيحرق 1200 سعرة حرارية. هذا الشيء واقع وحقيقة، واللي مو مصدق كلامي يفتح على عمو جوجل ويشوف. للناس اللي عم تتبع هلا الطرق تبعي على القناة هون موجودة، إن كان طريقة حبوب خميرة البير أو شوربة الملفوف أو الصيام أو 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 أو، فينكم تطلعوا تمشوا الصبح وجه الفجر وقت بيكون الدنيا شوي باردة، تلبسوا شيء خفيف، مو تلبسوا بجامة ساونا أو بيجامات ما بعرف شو. للأسف هيك بتكونوا أنتوا عم تمنعوا عمل الغدد البنية موجودة بالظهر بالكتاف وبالرقبة. تلبسوا شيء خفيف للنساء أو الشباب، الشباب يفضل إنكم تلبسوا شورت وفانيلا وتنزلوا يا وجه الصبح يا آخرة الليل، بتحرقوا الدبل. بدل ما تحرقوا 300 أو 400 سعرة حرارية بتحرقوا 800، واللي بيطول ساعة بيحرق 1200 سعرة حرارية. هلا الناس اللي ما بدها تمشي وعندها مشاكل صحية برجلها بظهرها بي 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 بي، أنا بقولكم شو تعملوا. محمد فرزات بقولكم شو تعملوا، بتجيبوا أكياس التلج، رح حطلكم صورهم هون وهون، بتجيبوا حوافز أو حافظة التلج بتعبوها مي باردة، يلي قدران يحط مي باردة يحط، يلي قدران يحط تلج يحط، ما في مشكلة. وبتحطوها ربع ساعة الصبح وربع ساعة بالليل على منطقة الأكتاف أو على منطقة الظهر لمدة ربع ساعة الصبح وربع ساعة بالليل، فيها حرق 400 سعرة حرارية وانتو قاعدين لافين رجل على رجل وعم تقرقلوا أو 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 أو. اللي مو عنده مو متوفر الاكياس او الحافظات الماء البارد، انا بقولكم كمان شو تعملوا، بتفوتوا على الحمام بتحطوا المي الباردة اللي طالعة من الصنبور على ظهركم من هون على الرقبة هيك على الظهر لمدة ربع ساعة الصبح، لمدة ربع ساعة. هلأ مش ضروري او غصب انه الصبح، مرة باليوم لمدة ربع ساعة فيها حرق 200 ل 300 سعرة حرارية، لأنه بتشتغل الدهون البنية بعد 5 دقائق من البرودة. شغلة تانية، طريقة ثالثة، يلي مو حابب كل هدول يعملون شو بيعمل؟ بفوت على هالبانيو، بيقعد بالبانيو بيفتح مي الحنفية الباردة مو السخنة الباردة، مو بيعبي البانيو مي باردة وبينزل فيه، هيك بتجي سكتة قلبية وبيموت. بيقعد بالبانيو بيفتح المي بيخلي جسمه يتقبل على المي شوي شوي، وبيقعد لمدة نص ساعة فيها حرق 400 سعرة حرارية. حرقنا نحن باليوم 400 سعرة حرارية، لا عملنا شيء ولا عملنا رياضة ولا عملنا حمية ولا عملنا بطيخ مبسمة، حرقنا 400 سعرة حرارية. يا حبذا لو انكم اسمعوا من هالعبد الفقير انكم تطلعوا تمشوا بمي البارد بالجو البارد يا وش الصبح يا آخرة الليل وقت بيكون الجو بارد، تمشوا حرقنا نحنا 600 بالنص ساعة بالمشي، رجعنا اتحممنا بمي باردة، فوائد المي الباردة عظيمة. أهم فوائد انه هي بتحفز الدهون البنية وبتشد الجسم وبتمنع ظهور التشققات أو تخفيها. فحرقنا 600 بالمشي ورجعنا ربع ساعة حطينا المي الباردة على جسمنا، صاروا 600 و200، صاروا 800 سعرة حرارية باليوم، لا عملنا شيء ولا سوينا شيء. هيك بنقدر نحن ننشط الدهون البنية. معلومة مهمة كتير مفيدة واسمعوها تصحيحا لمعلوماتكم، كتير بيبعتولي على الانستغرام او على التيك توك انا بشرب مي فاترة على الريق او سخنة على الريق، مين قالكم انه المي السخنة او المي الفاترة بتساعد على حرق الدهون؟ بالعكس بالعكس بالعكس، انا وقت بصحى وبشرب مي باردة، ما ضروري وقت بتصحوا الصبح، باي وقت وقت بتشربوا مي باردة الجسم بيستخدم كل الطاقة الموجودة فيه ليحرق. أنا وقت بشرب كاسة مي باردة بحرق 100 وحدة حرارية، فكروا فيها هيك بس لثواني. أنا إمتى عطيتكم شي كذب أو إمتى ضحكت عليكم؟
يعني فكروا فيها، كاسة مي باردة دخلتها على جسمي، جسمي كله درجة حرارته معتدلة، فوقت فوت المي الباردة على جسمي، جسمي بحاول يحول كل الطاقة اللي بياخدها من الدهون ليستوعب هالمي الباردة، ليصرفها ليحرقها. فمي الباردة وقت بشربها أنا الكاسة بحرق 100 سعرة حرارية، فأعقن ثم أعقن تشربوا مي فاترة أو سخنة على الريق، لأنه بلا طعمة، يعني ما لا وجود وما لا، خرافة، هي خرافة وكذبة. أنا بفهمكم إنه يمكن الناس تشرب مي سخنة أو فاترة على الريق عشان تطري المعدة أو عشان عملية الخروج اللي عنده إمساك، بفهمكم هاي أوكي، بس إنه تساعد على الحرق ما في شيء، ما في أبدا من هذا الحكي، كله كذبة خرافة فلا تصدقوا. كاسة المي الباردة أنا وقت بشربها باليوم فيها حرق 100 سعرة حرارية، إذا شربت كاستين 200 سعرة حرارية، بس اشربوا بالكاسة شوي شوي عشان حرقكم. فالدهون البنية تنشط عن طريق البرودة، عن طريق الماء البارد أو الجو البارد. هلأ الكتاب منكم حيسألوني أنت مجرب؟ أنا يا عزيزي أو يا عزيزتي، أنا صلي يمكن ما بدي أقول كم سنة، أنا ما بتحمم غير بمي باردة صيف شتاء، لأنه إلى فوائد تعد ولا تحصى الاستحمام بالمي الباردة. أهم فائدتين أنه بتشد الجسم وبتحافظ على الوظائف العقلية وبتمنع التشققات اللي موجودة بجسمنا وبتقوي الجهاز المناعي الاستحمام بالماء البارد. مين بيقدر يستخدم هاي الطريقة؟ الجميع بيقدر يستخدم هاي الطريقة، بس بدون اللي عنده مرض القلب. للناس اللي بتعاني من مرض القلب ممنوع تستحم بمي الباردة، ممنوع تغطس بالمي الباردة. فينا تطلع تمشي بالجو البارد مسمح لها، فينا تحط تلج على الغدد البنية مسمح لها، بس ما تكتروا، ربع ساعة الصبح ربع ساعة بالليل إذا بتحطوا تلج. معلومة خطيرة انتبهوا منها، نحن ما منجيب مي باردة أو تلج منحطه هيك مثل ما هو، لا، بيحرق الجلد، بيلدع الجلد. رح حط لكم صور هون لأشياء بتحطوا فيها المي الباردة وبتحطوها على جسمكم، موجودة بالدي ام، بالروزمان، بالامازون، بالدول العربية كمان موجودة بالمتاجر. وحاولوا تلبسوا كنزة عشان جسمكم ما يلتدع من برودة التلج. ربع ساعة الصبح ربع ساعة بالليل حرق 400 سعرة حرارية، كاسة المي الباردة فيها 100 سعرة حرارية الجسم بيحرقها. رح ردعد لكم، وقت نحن منشرب كاسة مي باردة الجسم بيحرق 100 سعرة حرارية، وقت منحط الماء البارد على الغدد أو على الدهون البنية ربع ساعة الصبح ربع ساعة بالليل حرق 400 سعرة حرارية. نحن وقت بنطلع بنمشي بالجو البارد حرق 600 سعرة حرارية. نحن وقت نتحمم بالمي الباردة، وقت بنحط المي الباردة على الظهر وعلى الرقبة لمدة ربع ساعة حرق 200 سعرة حرارية. نحن وقت بنغطس بالبانيو المي الباردة العادية اللي بتطلع من الصنبور، المي الباردة فيها حرق 400 ل 500 سعرة حرارية. فهي هي طريقة تحفيز أو تشغيل الدهون البنية الموجودة بجسمنا، هاي هي طريقة تشغيل الدهون البنية الموجودة بجسمنا. يلي عم يشكك هلأ بكلامي يروح على عمو جوجل ويشوف شو هي الدهون البنية. وين رحتوا وين رحتوا؟ طولوا بالكم، لسه بعد ما خلصت، لسه في شيء كتير مهم وكتير قوي، استنوا هدوا طولوا بالكم رح نكفي. نحن وقت منشغل الدهون البنية الموجودة بجسمنا للحرق، إن كان عن طريق الخروج بالجو البارد أو عن طريق استخدام الماء البارد على جسمنا أو عن طريق الاستحمام بالماء البارد أو عن طريق الغطس أو السباحة بالمي البارد، شو بيلزمنا نحن؟ كيف بدنا نضاعف الحرق؟ كيف نحن بدنا نزيد الحرق؟ كيف؟ حدا بيعرف؟ يكتب لي اللي بيعرف كيف؟ حدا بيعرف شو هاد؟ هاد اسمه الكرفس، هذا اسمه الكرفس.
فما بعرف اذا موجود بكل الدول هاد اسمه الكرفس. خطير يعني اذا قلت كلمة خطير قليلة على هذا يسعد قلبه يسعد قلبه شو بحبه. هاد انا بنيمه جنبي على التخت. هذا الشيء يا جماعة حقلكم كيف نحنا بنستفيد منه. الكرفس يا جماعة نحنا وقت بنشربه او بناكله باليوم بيحرق عدد من الدهون الموجودة بجسمنا خاصة بمنطقة البطن والأرداف. الكرفس غني بالمعادن والفيتامينات اللي لا تعد ولا تحصى، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الزنك، الحديد، ال 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 الكرفس بيحافظ على صحة العيون والقلب. الكرفس بيمنع الكوليسترول. الكرفس بيمنع التوتر والاكتئاب. الكرفس بيحاول يعالج كل سموم الجسم. الكرفس بيحاول يعالج الالتهابات. الكرفس بيحاول يمنع ظهور الشيخوخة أو عوامل تقدم البشرة. الكرفس بيحافظ على صحة الشرايين والجهاز الهضمي. الكرفس اسمعوا هاي المعلومة كتير مهمة. الكرفس بيحاول يخلصنا من الدهون الموجودة بجسمنا. أهم الدراسات أثبتت أنه الكرفس هو يعتبر مطهر للجسم. كيف مطهر؟ أنه بيقلل نسبة السكريات بالجسم وبيقلل نسبة الدهون بالجسم. لهيك بأمريكا أو ببريطانيا أو بأوروبا سموا الكرفس بالمطهر. انتبهوا واسمعوا كتير منيح. لهيك بأمريكا وبأوروبا وببريطانيا سموا الكرفس بالمطهر لأنه بيحاول يخلصنا من نسبة السكر المرتفعة عنا بجسمنا ونسبة الدهون المرتفعة عنا بجسمنا. فكيف نحن بنستفيد منه للكرفس؟ نحن وقت بنعمل الثلاث طرق اللي قلت لكم عنهم عشان نشغل الدهون البنية، نحن وقت بنروح بنمشي بالجو البارد وبنرجع بناخذ كاسة من عصير الكرفس. هلا تكتبوا لي ما بعرف اعمل الكرفس، هلا بعد هذا الفيديو اللي حينزل حنزل طريقة مشروب الكرفس وشربة الكرفس. فنحن وقت بنروح بنمشي وبنرجع بناخذ كاسة من مشروب الكرفس. نحن وقت بنحط على ظهرنا على رقبتنا وعلى ظهرنا الماء البارد دغري منقوم لمدة ربع ساعة دغري منقوم ناخد كاسة من عصير الكرفس. نحن وقت بنغطس بالماء البارد او بالبانيو او وقت نتحمم بالماء البارد دغري بنطلع بناخد كاسة من عصير الكرفس. هلأ الناس بدها تقلي ايه انا ما بحب طعمته انا ما بحب اجربته مرة. هلا حعلمك بالفيديو الثاني حعلمك كيف انا بعمل الكرفس وكيف بشربه وخطير رهيب. للناس اللي ما بتحب العصير الكرفس فينا تعمل شوربة الكرفس خطيرة رهيبة جدا جدا جدا. اهم الدراسات اثبتت انه شرب الكرفس يوميا بحاول يقلل او جسمنا بيحرق 400 سعرة حرارية باليوم. شرب الكرفس اسمعوا احدث الدراسات اثبتت، الدراسات الامريكية والبريطانية اثبتت انه مشروب الكرفس بيخلصنا من 400 سعرة حرارية موجودة بجسمنا ونحن هيك قاعدين ولا على بالنا. هلا الناس اللي حتقلي انه ما بنعرف نحن نعمل شوربة الكرفس او ما بنعرف العصير ما بنعرف نعمل العصير الكرفس، انا بالفيديو هلا اللي بعد هذا الفيديو حعلمكم كيف نحن بنعمل عصير الكرفس وشوربة الكرفس. بعرف ومتأكد وواثق من حالي انكم حتنحفوا، متأكد مثل ماني هلا انا واقف حتنحفوا عن طريقة يا تشغيل الدهون البنية
وعن طريق الكرافس. متأكد مثل ما أنا كنت متأكد بجميع الطرق اللي موجودة عندي هون على القناة. للناس اللي بتسألني ليش فيديوهاتك طويلة، لأنه يا حبيبة قلبي أنه أنا ما بكتب نص وما بكتب سيناريو، أنا بطلع بقول تلقائي يلي بعرفه أنا بطلع بقوله. فإذا كنت عم عيد بكون عم أكد المعلومة عشان تسمعوا وتركزوا كويس. فلو كان في نص قدامي او في كلام مكتوب كنت ما عدت، او كنت اختصرت كتير، او كنت قلت هدولي مكتوبين وخلاص وتشوس ورفوار. فتحملوا الفائدة بدها صبر، الفائدة بدها صبر. هيجيني اسئلة، انا فيني اذا عم استخدم خميرة البير اشرب عصير الكرافس؟ فينك من بعد الغداء، فينك تشربي بين فترة الغداء وفترة العشاء، فينك أو فينك قبل ما تبلشي وجبة الغداء، هو بصد الشهية. حاعطيكم هيك سر صغير، أنا وقت بكون معزوم عند شي حدا أول مرة بروح لعنده، فبحاول اشتري عصير الكرافس، هو بيكون في جاهز منه بالكومبي وبالريفي بالريال موجود، في عصير السبانخ، في عصير الكرافس، في عصير الشمندر. بحاول اشتري النينة وانا ورايح لعند الجماعة المعزوم عندهم على الغداء، بشرب النينة دفعة واحدة عشان يصدلي شوي من الشهية وما اكل وانبحت عند الجماعة وبلا فضايح يعني. فشرب العصير الكرافس في بداية الوجبة او قبل الوجبة بخلينا نحن تصد شهية. الكرافس بيمنع الشهية، فانتبهوا من الافراط منه، لانه الكرافس عند بعض الاشخاص يفقد الشهية نهائي. شوربة الكرافس بالفيديو هلا اللي حينزل بعد هذا الفيديو حيكون عن طريقة كيفية عمل شوربة الكرافس وعصير الكرافس. فهذا هو الفيديو كان اليوم، ان شاء الله يا رب هيكون ما تقيل عليكم، يكون خفيف ونظيف هيك على قلوبكم، ونسريتوا بهالفيديو ونال اعجابكم ونال توقعاتكم. فيلي وعدني مبارح على التيك توك انه يكتب لي تعليق كويس هون تحت هذا الفيديو، يلا بلشوا اكتبوا تعليق كويس او اي دعوة حلوة. إذا حبيتوني لا تنسوا تشتركوا هون بالقناة وتحطوا لي لايك، تعملوا لي فولو على انستغرام وعلى تيك توك. بحبكم كتير ويلا سلام.